انا السيد غاني مراد من ولايه السمسيلات، راني مضرب راني في 3 ايام في حسين داي ولم يستجيبوا لي المطلب تاعي، واليوم راني هنايا في ولايه السمسيلات تحويل اضراب، راهم غير دايني جايبيني دايني جايبيني، كل يوم يقول لي اليوم نعطي لك غدوه نعطي لك ما غد نعطي لك، من بعد يقول لي ما كاش دير واش باغي دير، راني لنا عند الوالي راني جاي نشتكي له وراني داير اضراب لهنا، راني في 3 ايام في حسين داي وحولت الاضراب اليوم في تسمسيله لهنا. ها الان واش هي الرساله اللي توجهها للسلطات؟ نطلب من السيد الوالي التدخل في الامر هذا العاجل، نطلب منه يتدخل في هذا الامر تاعي على احتكار ذي الماده تاع الحليب الموز.